المراد بالشرك الذي ذكره شيخ الإسلام في من اتبع أحدا من أهل العلم في المسائل الاجتهادية رغم علمه بمخالفة العقيدة في ذلك؟ إذا كان يعلم أنه مخطئ وأنه لا يجوز له أن يتبعه ولا أن يأخذ قوله، فإن أخذه فإن هذا نوع من الشرك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، المسيح ابن مريم أربابا، والأرباب الآلهة، هم اتخذوهم آلهة، ومن اتخذ إلها مع الله فقد أشرك. نعم.